اذا راح شوف الخط رايت على ريد راح لاحظ انه موافق للخط A13، معناتها عم يكون A13 قيمته 1، عم يكون في عندي عملية كتابة الرايت، وخلال الفترة بيكون فيها A13 قيمته 0 عم يكون عندي عملية قراءة. الشيء الثاني راح اتأكد منه انا هلا عملية القراءة والكتابة وين عم تتم. راح انتقل الى الخط M على IO، شوف عندي انه دائما عندي المستوى مرتفع، خط الام على اي او دائما مستوى مرتفع، بالتالي عمليه الكتابه عم تكون بالذاكره وعمليه القراءه عم تكون من الذاكره. اخر خط راح شوفه هو الخط دي على سي. الخط داتا على الكنترول لما يكون عندي القيمه 1 عم يكون عندي عمليه نقل لبيانات، لما يكون عندي الخط 0 عم يكون عندي بتمريمي، راح احكي اليوم بس انه عم يتم عمليه نقل تعليمات. شوف عندي انا خلال عمليه الكتابه عم يتم كتابه بيانات، وخلال عمليه القراءه عم يتم قراءه تعليمات، وعن الكتابه بالذاكره والقراءه من الذاكره حسب ما كمان من شوي شفنا على الخط M على I.